الخير. صباح النور يا زلمة. شو يلي صاير هون؟ شو صاير بوشك انت؟ وانت شو صاير بوشك؟ شو صاير بوشي؟ كله معبى جروح. يا حبيبي انت اللي وشك فيه جروح، انت مو حاسس شو صاير بوشك هلا يعني؟ لا ما شفته؟ ما شفته. ايه روح شوفه. يا براك؟ انا ليش كنت نايمة على الارض؟ يا براك شو بوشك؟ شو بوشي؟ في شي على وشك؟ انتو يلي شو صاير بوشكم؟ انت مو ملاحظة شو في على وشك؟ ايه انت اللي مو ملاحظ شو صاير على وشك. ايه روحي على المراية وتطلعي شو في على وشك. والله اشكالكم وكأنكم جايين من نادي مصارعة. برجع بشوفكم يا شباب. هي طلعت من غرفة سينان؟ ليش بجيبتي؟ سنان؟ سنان قوم؟ قوم يلا. قوم يلا فيق. حبيبتي تعالي. فيق؟ شو عم تعمل سنان؟ سنان وقف! وقف! يا أخي شو عم تعمل؟ رجع لوعيك! لك وين أنا؟ عشوي كنت رح تبوسني! أنت بالكافيه مو شايف؟ شو هالمنام اللي كنت عم تشوفه يعني؟ أنا كيف إجيت لهون أصلاً؟ وأنا شو بده يعرفني؟ شو صار مبارح؟ شو بيعرفني؟ ليش شو عملتوا مبارح؟ ما في شي. أنت منيح؟ هلأ الطويل هون وعلي هون وسنان هون كمان، بس جوجهان مانو هون وقوس كمان. ايه ليكني هون. لكن جوجهان وين؟ حاليا ممكن يكون في حرب بلقان جديدة. شوف بحدود بلغاريا؟ هاد جوجهان؟ مين حيدود؟ حيديود. حدود يا براك، هيك كاتب انه هو على حدود بلغاريا. والله ما عاد شايف بنوب. هذا الولد امتى لحق يضيع حاله بهالطريقه هي؟ وليش اختار بلغاريا يعني؟ لا وحاطط حالي على الواتس. شو بدنا نعمل بهذا الولد؟ يا جوكان. شو يا زعيمه شو صاير بوشك؟ يا براك سو باشي. شو شبه؟ شويه شحبره. وانت شو هالطاقيه هي؟ ما بعرف، فقت لقيت على راسي. شكلي أنا أكتر واحد نجا فيكم. يا ترى كم بنت بقيت معي مبارح بالليل؟ ما عم اتذكر أبدا. أكيد كتار كتير. بدي أسألكم هذا الزلمة شو صار له حتى نايم هون؟ خلينا تونا يصير يشبهنا كمان. وأنا عم أقول وين عم تروح ضرايبنا. والله ماني فهمانة شي من شي. جوجهان على حدود بلغاريا وتونا نايم هون بالبانيو وشكله بتطلع من غرفة هذا الصبح. شو صار معنا مبارح يا شباب؟ يا جماعة عن جد كيف ما حدا فينا عم يتذكر شو صار مبارحة؟ دقيقة يعني تذكرت؟ شو تذكرت احكي؟ يلا الله يسامحكم عن جد، شكله طلعت من غرفتي الصبح. ليش ما قلتوا لي قبل؟ وانا عم اقول لحالي وقت فت بالكافيه ما لقيتها هونيك. الله عليكم. تعرف ليش ما قلنا لك؟ لانه عنا مشاكل اهم من شكله تبعك. مثلا طيب انا ليش رحت على الكافيه؟ على كل اللي يمكن شكلها هي وراجع اجت لهون. تونا ابني، تونا انت بتعرف ما ها؟ على كل اللي بنحكي بالتفاصيل بعدين، خلينا نفيقك هلا. هذا ليش لابس بدله شرطه هون؟ قوم يا ولاد. تونا خلونا نفتح المي بلكي بيتحول لدولفين. تونا لك تونا لساته نايم. انا ليش صاير معي هيك؟ شو شايفيني حيت يعني حتى راسمين هيك على وشي؟ مو معقولين. مرحبا اوجوز اونال. ايه انا، تفضل. هذا لإلك. ما بتذكر إني طلبت شي؟
أنا ما بعرف. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا ما بتذكر إني طلبت شيء. استنى وشوف شو رح أعمل. آخ إيه، وأنا كمان بحبك. آه ليك ليك، شو رأيك بهي؟ ها؟ حلو لونها؟ استنى لك. أها هي حلوة كتير، شوف شلون؟ تعرف شو رح تلبق لك كتير. تمام، رح اختار هي. ماشي أخي. ماشي، رح ضيفها على السلة وتمام. إيها يلا خلينا نروح من هون، يلا امشي بسرعة. هلا فهمت شو القصة، هذا سبب الطاقية. بتعرفوا شو صار؟ نحن امبارح رحنا انا وارجي على الأحصنة. ولا حرف ولا حرف، لأنه ما فينا نتحمل نسمع ولا كلمة. يلي فينا مكفينا. حكيت مع جوجهان؟ ايه حكيت معه، هو هلا على حدود بلغاريا مع وحدة. ما شاء الله شو مزاجه رايق لهالأخ جوجهان. لك شو هالجنان هاد؟ كتير غبي. هلا الكل منيح، بس السيد سمير وينه؟ ايه صح، وما قدرنا نوصله للرجال بالتليفون. ايه وبلكي كان مشغول. شو يعني؟ طيب خلونا نرجع من البداية حتى نتذكر شو صار. كان عم بيقول مشتاق للجامعة آخر شي، ما هيك؟ الرجال كان من قبل بجامعتك يا براك. ايه صح، بتذكر انه رحنا على الجامعة مع بعض وبعدين. طلعوا على الحيطان يا أولاد، لساتها مثل ما تركتها من قبل. حتى أنا ضربت الحيط هذا بوكسين من شهر بس بعده مكانه. يا براك بنتي تعي حطي إذنك على الحيط. عم تسمعي؟ بعد أصوات الضجة بإذني من هديك الأيام القديمة. لك إيه؟ عم أسمع كل شي مثل الكذب عن جهدة. والله شي حلو. يا براك تعي شوي. بعدين أخذنا على الصف وشرح لنا درس، ما هي؟ إيه بالضبط، بس نحن ما سمعنا ولا كلمة قال. شو كان عم يشرح هني؟ ما بتذكر بالضبط، بس كان شيء مو مهم، درس أو مدري شو. يا أخي حتى ممرات الجامعة تغيرت عن الأول. شارلوك؟ وين رحتي؟ علم التشريح وهالحكي كله عبارة عن حكي فاضي، دروس العملي وهالقصص كلها بلا طعمة. ليش علّى على هالموضوع كتير يعني؟ يا أخي الزلمة شكله بيحب شغله كتير مشان هيك. ايه صح هذا الحكي، وبهالوقت اجتونا، هلأ اتذكرت. شو عم تعملوا هون بهالوقت يا أولاد؟ استني، لا ما كان تونة، خربطتي بسبب الأواعي يمكن. صح، الحارس اللي إجا مو تونة. شو عم تعملوا هون بهالوقت يا أولاد؟ بعدين قررنا نهرب بسرعة. لا ما قدرنا نهرب بسرعة من هنيك. شو شايفنا عم نعمل يعني؟ عم نشرح الدرس طبعا. كيف تجرأ تقطعنا الدرس؟ ليش دخل بدون اذن؟ قلي لشوف. طالع برا هلا، طالع برا هلا، يلا شوف ليلى من وشي، يلا طلع طالع برا. عم اقول لك انت وين راح؟ شو بدي اياه؟ انا فرشي شو انا عم اعملكم؟ الحقوني شباب. رح أنقذك من هالحياة الصعبة. شو بدي أقول؟ شو صار مبارحة بالضبط؟ شو صار؟ شو صار ليلة مبارح؟ ومين هاد سيف الدين؟ ليش معلق براسي اسم سيف الدين أصلاً؟ إيه فعلاً صح، مين هذا سيف الدين؟ إيه صح، كان في واحد هيك اسمه. قاتلنا مبارح، كان في علقة وتقاتلنا. وهاد شو دخله بسيف الدين يعني؟ اجوا اولاد سيف الدين وطلبوا ياخذوا ابوهم، بس نحن ما قبلنا بهذا الشيء.
ايوه ونحن ما اعطيناهم ايه اخي نحن ليش ما اعطيناهم ابوهم للناس نحن ليش اصلا اخذنا ابوهم لحتى نرجع لهم اياه ونتخانق يا شباب بالنهايه نحن اخذنا الاب ولا ما اخذناه حدا يفهمني شو القصه اعطونا ابونا احسن لكم هذا ابونا قلنا رجعوا لنا ابونا فورا ما بنقدر لا تعطوهم ابوهم ابدا هلا شو بده يعمل لحاله برا ها معي لا تعصبوها منهم ولا تعطوهم الاب ابدا ما رح نعطيكم ابوكم انت لا تدخل يا عم لا تخلينا نعمل لك مشكله بهالليل ايه تذكرت عمو سمير كان موجود طبعا طبعا هو اللي بلش ضرب بالجماعه الرجال شكله لساته شب لا اخي علي هو اللي ضرب سمير ايه علي هو اللي ضرب الرجال انا ما تقتلت مع حدا ابني شو هالحكي الفاضي ليش حتى اضرب الرجال اكبر من ابي ضربته استنى استنى دقيقه انا تذكرت كل شيء صار معنا منعيد من الاول اعطونا ابونا احسن لكم هذا ابونا قلنا رجعوا لنا ابونا فورا ما بنقدر لا تعطوهم ابوهم ابدا هلا شو بده يعمل لحاله برا ها معي لا تعصبوها منهم ولا تعطوهم الاب ابدا ايه ما رح نعطيكم ابوكم انت لا تدخل يا عم لا تخلينا نعمل لك مشكله بهالليل احكي منيح مع عمو سمير انت ويا ولا رجعوا لنا ابونا ولاك والا لا سمير ولا غيره رح يكون بخير فهمتوا نلعب انا ولاك ايه نحن الاثنين ضدكم نحن بنحتفل بالعيد وانتو بلشوا بالمعركة والرابح بياخد الأب يلا بلشوا المعركة بعد عملناك مرة اجتونا على شو عم تعملوا هون يا اغبياء لا ابني تونا ما اجى لهوني الرجال قدروا يضحكوا علينا اخذوا راسه وهربوا منا كيف هيك تاخذ راسه انت ربحنا رجعوا ركبونا ما بصير يضل بلا راس يعني معقوله سيف الدين يضل بدون راس شو هالحكي هذا لك ليش اخذوا له راسه سيف الدين بلا راس جيبوا هالراس بقى الله يلا شغله سيفه حبيبي يا اخي شو هالمجانين هدول لحتى يقولوا للهيك العظمي بابا بعدين ليش اخذوا الراس وراحوا اذكياء طيب ونحن ليش ما اعطيناهم اياه مو بس هيك بالاصل لك هن شو بدهم بهذا الهيكل يعني ايش بدهم يعملوا بهذا الهيكل وعمو سمير كان هنيك كمان ايه طبعا كيف نسينا هالشي الهيكل العظمي كان كمان ايه وينهم هلا يعني مو هيكل عظمي اسمه هو سيف الدين تمام طيب وينه سيفه هلا شيلك من سيفه هلا اخي شو عم يعمل سيد سمير وينه رجال كبير بالعمر ميت ولا عايش لا وشو مسمينا للهيكل بابا ما بيطلع لنا غير المجانين بحياتنا شو هاد يا عطول اللي بيطلعوا لنا المجانين شو هالجنان اخ راسي رح ينفجر مين اللي رسم على وشي هيك مين لا تطلعي علينا هيك ابدا نحن ما عملنا شيء شو احلف لك وبرأيي كان لا تمسحي وشك كنت خليه شباب العمى شو هاد شو هاد فرجيني
امتى صار هاد الشيء؟ يا ربي. اللي اخي الرومانسي جاهز لنترك الشاب يشوف شغله؟ رومان جاهز اخي، اسمح لك تعمل فيني اللي بدك يا، يلا تعال. شو قررتوا اخر شيء شباب؟ ايه ولا يهمك، ليك اسمعني شوي، انا راح اشرح لك، توثق فيني باريش ما هيك؟ عندي. روح. مثل اللي عملته لعلي هداك اليوم، مثله. عند قلبه. ايه تكرم. زياد ترسم له هداك القلب. طيب، لنقول هدول مجانين، انتوا وين كنتوا؟ كيف تسمحوا بهيك شيء انه يصير؟ صراحة أنا قلت لهم كثير وقفوا لا تعملوا هيك شيء، بس هن ما ردوا علينا صدقني. إيه صح. ليك خلي الأسهم تكون واضحة أكثر. وإذا بتخلي حرف ألف تخين شوي أكيد رح يطلع بجنن عليه كثير. إيه صح، بيطلع بجنن أكثر. رح حاسبكن على هالشي كلكن. ايه اوزان سوي، انت كمان ما قلت لهم شي لما رسموا لي الوشم. الانتقام هو طعام يؤكل بارد. هدول الاثنين ما عاد يجتمعوا سوا ابدا، وانتي رح ترجعي على ايطاليا جاهزي حالك. لا انا ما رح اترك هاي البلبله كلها وروح لمكان ثاني، مالي رايحه على محل بقياني هون. ايه بتشوفي اذا رح ترجعي ولا لا. السيد سمير ما كان معنا مو هيك؟ سنان وانت كمان ما كنت موجود. ما كنتوا موجودين، وين كنتوا يا ترى؟ بتتذكر ولا لا؟ عم فكر ودور براسي، السيد سمير مو موجود بذاكرتي ابدا، لا ما في، انا اكيد كنت مع شاكله، اكيد طبعا، اكيد ما هيك؟ شايفين حالكم اي نوع من الشباب انتوا ها؟ ها؟ خلوا عندكم شوية أدب، تعرفوا شو هو الأدب؟ كل اللي عم بطلبه شوية أدب وخجل كتير عم بطلب؟ هذا وأنتم مستقبل المجتمع. يا عيب الشوم عليكم. تذكرتي اللي صار لك صح؟ أنا ما كنت مع شاكلة مبارح، كنا أنا وأخي إيرجي والعم سمير، إيه صح كنا سوا على الأسطوح فوق، العم على الحظ. الحقيقة يا سيد سمير، الصراحة أنا من مؤيدين الحب. إيه أنا بأيد الحب. لا تفكروني بنط من غصن لغصن بنوب، صح أنا بكون غزال شارد، بس النسوان ما بيقدروا يبعدوا عني، أنا شو أعمل؟ سنان أنت حدا مليان بالمفاجآت. صاير عم بتفاجئني كثير أنت. صعب. صعب صعب. إنك تلاقي المرة المناسبة صعب. يعني المرة اللي لازم تكون دائماً جنبك ومتفهمة صعب تلاقيها. ولازم تتحمل كتير كمان. ها؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ قصدي إنه المرة تقدر تتحملك لقدام. طبعاً الفقدان لسه أصعب من إنك تلاقيها بمئة مرة كمان. يفتح جرح ما بيتسكر بقلب الإنسان وبيضل كل عمره، وبنفس الوقت بيكون العمر عم يطير من ايدينا وما منحس على حالنا غير كبرنا. يا عمي سمير انا بقدر اقول لك شيء؟ قول. حكيك كثير حلو. بالوقت اللي بيكون عم يطير العمر من اصابيع ايدينا، وقتها لازم تتحمله. كيف؟ يعني انا عم بقول لقدام تتحمله. كمل عم بتقول بالوقت اللي بيطير العمر من ايدنا. ايه بالوقت اللي بيكون الوقت عم يطير. يلا خلونا نمشي. نمشي؟ أم نمشي شو يعني؟ ولوين ما بعرف. إيه ست مقدس كيف أحوال حضرتك؟ نعسانة، ليش فيقتوني بنص الليل؟ ما خليتوني اتهنى بالنوم هاي الليلة. أنا قلت لك من الأول يا أخي. ثانية. أخي إيرجي إنسان رائع على فكرة. بتعرف هي أكيد بتعرف هالشي. يلا امشي على اللي بعده. كمل هذا اتركه هلأ. اسمع. ومل من الوحدة كتير الحقيقة. كتير كتير.
وانتو طبعاً بتعرفوا بعضكم من وقت طويل مثل ما بتعرف يعني. ايه صلنا 5 شهور او يمكن 6 شهور تقريباً. انتقلت للبناية اللي مقابلنا وانا شفتها من الشباك. ماشي، بالنهاية انتو معجبين ببعضكم البعض، ما هيك؟ ايه من الشباك، كمل صح، كمل كمل. ايه وطبعاً سبب زيارتنا صار معروف يعني. معناها؟ شو كمان؟ إلا بدي أطلب إيدك للزواج، بتعرف لمين؟ إلا نحن منطلب إيدك لأخي إيرجي وبتمنى تقبلي. إيرجي مانت، أنا فخورة فيك كتير، بس أنا هلأ ما بدي علاقة جدية منوب. أنا عندي مشاكل حقيقية بالتعلق، هالسنة صار معي السكري. أنا آسفة. السكري أخي عالي كتير كأنه. What can I do sometimes؟ أخي إيرجي أنا كتير زعلت، يا ريتها قبلت فيك. إيه والله يا ريت، ومن حقك إنه تنبسط بالحياة. أنا أساساً مبسوط، كل شهر بطلب إيد مقدس. وهي بترجع بترفضك؟ هذا الموضوع معقد شوي يعني. دقيقة استنوا، معناها عمو سمير كان معكم صح ولا لا؟ إيه صح، إيطاليا. إيه وبعدين؟ شو قصدك ببعدين؟ أنا أكيد كنت مع شاغلة، أكيد. شيل إيدك يا. لك انشقت الأرض وبلعته لهذا الرجال يعني؟ ولك أنتوا شو عم تستنوا؟ يلا قوموا خلونا ندور على هذا الزلمة، إذا بيصير له شي بنكون نحن السبب. يلا. أي استني استني، صحيح وينهم هدول؟ مو على أساس كان في شوكولا الخطبة وهالقصص؟ قلت بناكلهم قبل ما نروح ندور. ما شفتهم، ما شفت شي، أكيد كنت مع شاغلة وقتها. يلا يلا بسرعة. كنا أكلناهم سوا على الطريق. وجوز وينك يا شاغلة؟ لك وينك؟